السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لمرحلة أخرى اللي هو select، كيف نختار من ال database. نجي هنا نكتب select.js، ناخذ ال insert. طيب هنا نشرح نحتاج، لاحظ احنا في عندنا ال find one method، هو يتم استخدامه لانه تعمل select ل، طبعا ال find احنا نعرف انه هو يعمل لك select لكل الموجودين. find one، insert one، هذول الاشياء الكلمة one تجي معاها الميثودز، هذه يتم استخدامها لتعمل select للداتا واحدة فقط، اوكي، من ال collection بالداتابيز. فهذا راح يرجع لك اول ريكورد لك. طيب خلينا نجي نشوف هنا اذا احنا عملنا select for example، مثلا شو هذا select صح، هذا مونجو دي بي، هذا اليو ار ال ما عندنا مشكله بيها. في عندنا مثلا connect URL and function، إذا عدنا error أوكي ما عدنا مشكلة بيها. console database created، هذا ما نحتاجه، أوكي هذا أتصور ما نحتاجه بعد. هنا عدنا DB collection، بما أنه عملية select فإذا ما حاجة للvariable أيضا، اوكي لان هو دائما سيلكشن، بس نحتاج انه نقول دي بي كولكت بيرسون، اوكي فايند وان مثلا. هنا انا ايش راح نحتاج، لاحظ ما حاجه انه يكون عايد له، اوكي الفانكشن واحد راح يكون، بس هذا نقدر نكتب بدل الانسرت وان مثلا فايند وان، اوكي والفايند او عفوا بقيها بهذا الشكل، بس بدل الانفو انت اكتب هنا اقواس المجموعه بهذا الشكل، بقي الفانكشن في داخلها. لانه ممكن لاحظ في الانسرت كيف تعملها، هنا انت تضع الارجيومنت، اوكي يعني كانما انت تاخذ هذا كوبي، اوكي لاحظ مشابه جدا للفكره، لاحظ بس هنا انت بتكتب يعني في المونجو دي بي انت تكتب get collection، هنا تكتب collection انت فقط. person find، هنا احنا نستخدم لاحظ هنا find، طبعا تقدر الفايند بمعنى اجلب لي كل البيانات، find one اجلب لي بيانات واحده فقط، اول رو راح يجيب لك اياها. فممكن انه احنا نستخدم find for example على سبيل المثال، مثلا find حتى توضح الصوره، لاحظ هذه هي الاقواس المجموعات تضعها هنا، فارزه another argument راح ياخذ، ياخذ argument اخر اللي هو يطلع لك error في حال فشلها، result اللي يرجع لك القيم، اوكي بس لكن هذه result انت بترجعها ما بترسلها فقط، فما دام ترجعها ما بينفع انه انت تعمل في الكونسول done او insert، لا بترجع result، اوكي وهذه الريزلت هي اوبجكت. خلينا نجي نشوف هنا اذا عندك ايرور، اوكي اذا ما عندك ايرور هذا بعد ذلك تعمل كلوز، نجي نعمل سيف، هذا مسحها طبعا، هاي كان للتوضيح، لاحظ اصبحت مختصره. نجي هنا نعمل سيلكت نود سيلكت، طلع لي اياه على شكل لانه اوبجكت كلير. اذا حنحتاج شو هنا، احنا عدنا result، result هو object مثلا dot name save undefined، ليش result اوكي لحظة انت شو تسميها name، ايه مسميها name، طيب ليش ما رجعها؟ لو نجي نقول هنا أنا find one مثلا، محمد عيسى رجعها لنا. so بالحالة إذا خي حولناها age مثلا، age for example
اها تمام. لا لا شغال. find one اوكي انا كنت غلطان كاتب هنا انا find فقط. find one حيرجع لنا قيمه واحده من ال variables. بس ال find هو مفروض انه يرجع لنا اكثر من يعني هنا أنا لو نجي نعمل مثلا احنا عدنا insert صح, خلينا نجي نقوم بادخال قيمه اخرى مثلا بدل محمد احمد حسن اوكي و 22 سيف. خلينا نجي نعمل هنا أنا نود insert اوكي inserted. لو نجي نعمل refresh اوكي هذا ريكورد الثاني اللي هو احمد حسن. خلينا نجي هنا أنا ايضا لو نجي نعمل نغلق الانسرت نجي هنا أنا مثلا result name اعمل له save. لاحظ حيطلع لك محمد عيسى. طيب بالنسبة إذا حبينا الكل نطلع الكل, لاحظ هنا منفع كفايند لم ينفع الطريقة صح, لأنه الفايند هذا أوكي القيم اللي بيطلعها على شكل object. For this case إيش راح نسوي؟ الفايند نفسه الفايند نفسه راح نغلق القوس هنا الفايند وفي عندك دالة اسمها dot to array وافتح قوس. هذا الفانكشن حيكون في داخل الاري اوكي هذا الفانكشن حيكون في داخل الاري. هون ما بتحتاج الى دوت لانه تحول الى اري. الفايند اللي بياخذه الفايند بياخذه من ال من المونجو بياخذه على شكل جيسون تحول الاري تو اري حتى بعدين تحصل على الريزلت في داخل الاري هذا. واكيد اذا ايرور تعطينا ايرور واذا في عندك ريزلت اطبع لنا الريزلت اوكي. خلونا نشوف لو نجي نعمل هنا كلير اوبس في عندي مشكله اها لانه هنا أنا عندي فارزه زياده تمام. لاحظ ظهر لك على شكل array وفي داخل الأوبجكت الأول وفي داخل الأوبجكت الثاني أحمد حسن محمد عيسى وطلع على informations طبعاً اللي عائد لهم. فإذا هذه هي طريقة أنه أنت تريد تعمل find للكل أوكي. هذا في حال أنت تريد تعمل خلينا نقول select كامل لكل ال database هذا هو الأوردر. لكن إذا أنت حبيت أنه أنت تعمل لي واحد فقط خلينا نجي هنا نعمل comment ونضيفه. إذا واحدة فقط find one find one find one حيطلع لك واحدة فقط وما بتحتاج إلى array أوكي. حيكون الفانكشن حتكون هو هذا مش محتاجة فارزة اوكي. الفانكشن حيكون جزء من الارجيومنت اللي هو بين قوسين اوكي. بهذا الشكل راح يكون هذا بهذا الشكل وتضع للريزلت مثلا دوت نيم دوت ايج وات ايفر كان اللي تريده. هذا اذا سيلكت واحدة فقط, هذا اذا كل تريد تعمل لهم امبورت اوكي. طيب راح نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.